الانطلاقات والتحديات. انطلق الشوط والآمال كذلك مع المشاركين في هذا التحدي وفي هذه الأثار. نسير مع المركز الأول ونتقدم. هذا هو مرحب، هذا مرحب لسيف بن ساري بن بلوش المزروعي يقود الجعدان ويتصدرهن، بينما المركز الثاني وصل في ثاني المراكز الطاغي تعود ملكية سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي ياتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذا شاهين سهيل بن خيرات بالدودة العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز وهذا شاهين تعود ملكيته مسلم بن الزفنة بن مسلم العامري ياتي في المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس خامس المراكز هذا مرحب، هذا ايضا مرحب تعود ملكيته الحميد بن سعيد بن حمدان العميمي بن حمدان العميمي عفوا هو اللي ياتي في المركز الخامس. هذه الخمس اللي انفردت اللي انفصلت عن بقية المراكز. أشوف المركز السادس والمركز السادس عندك يا بن لاحج، هذا شاهين مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يأتي في المركز السادس. المركز السابع تقدم فيه وصل المسك المسك لمصبح بن سعيد بن مصبح الراشدي في المركز السابع، والمركز الثامن يتقدم في هذه اللحظات أدهم لخالد بن سعيد بن بروك الحميري، وتاسع المراكز هذا هو اللي هو ملبي ملبي الخميس بن خليفة بن خميس الخيالي، والمركز العاشر بنلقى شاهين شاهين في المركز العاشر منصور بن محمد بن كردوس العامري. هذه النتيجة هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته الجميلة الحاضرة في أرضية ميدان المرموم في هذا الانطلاق. عودة إلى المراكز الأولى عودة إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأول في هذا التحدي وفي هذه الأثار الحاضرة والمنطلقة في تنافسات أرضية ميدان المرموم. نسير مع المراكز الأولى ومع التحدي الأول على أرضية هذا الميدان، وهذا هو هذا الطاغي لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول ويسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني يا سلام يا سلام بن بلوش هناك شعاره مشاهدين الاعزاء الحاضر والمنطلق في أرضية هذا الميدان. سيف بن ساري بن بلوش المزروعي اللي يقدم مرحب في هذا الانطلاق، وهناك أيضا يتواجد شاهين مسلم بالزفنة بن مسلم العامري يقدم شاهين، بينما بن بروك الحميري أيضا ياتينا بأدهم لخالد بن سعيد بن بروك الحميري، وأي ايضا بن خيرات مقدم لنا شاهين سهيل بن خيرات بالدوده العامري على خامس المراكز، والمركز السادس واصل انهم اللي هو شاهين لمنصور بن محمد بن كردوس العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السابع، بينما المركز الثامن الشقردي في المركز الثامن الشقردي سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، والمركز التاسع عندك يا بن لاحج هذا هو اللي هو شاهين مطر بن سيف بن لاحج الهاجري، والمركز العاشر هذا اللي هو ملبي لخميس بن خليفة بن خميس الخيالي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء دعتها إلى حضراتكم مرة ثانية للمرة الثانية على التوالي، ويلا حرك يا محرك وجاوز يا مجاوز، ولا ما وصلنا لهذه المسافة ما وصلنا ما وصلنا، لا زالت المسافة طويلة والتأني مطلوب وأيضا التركيز في المسافة مطلوب لاستخدام الطاقة في الأمتار الأخيرة وكسب الناموس حتى في الخمسين متر أو المئة متر الأخيرة. عموما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نعود إلى المركز الأول وهذا الشقردي اللي بدل الشوط الشقردي بدل شوط بدل الأمور، وسلطان بن سعيد بن يريو المنصوري قاد المسار وتقدم الجعدان وسيطر عليهن حتى هذه اللحظات، وبالعروض التلقائية بدون أي توامر شاهين
منصور بن محمد بن كردوس العامري أيضا غير من مركزه وتقدم إلى المركز الثاني والمركز الثالث اللي هو شاهين لمسلم بالزفنة بن مسلم العامري، يتقدم كذلك بنايد في هذا المسار وتنافسات وتحديات على الناموس والفوز وبن منانة وبن بروك الحميري أيضا القادمين على مسار هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نعود إلى المراكز الأولى مشاهدي العزاء، واللي انفرد اللي انفرد رغم عية هذا الهواء والمهب وأيضا الأجواء في هذا الانطلاق، ولكن شوف سفن الصحراء ما شاء الله، الشقردي الشقردي سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري اللي يقود الشقردي إلى مقدمة الشوط وينفرد بالمقدمة ويباعد عن الجعدان، ولكن أصدروا الأوامر الجماعة أصدروا الأوامر، راح بن بروك الحمير هناك يبى صوب الشقردي ويبى ينتزع الناموس، وهذا امر مشروع له خالد بن سعيد بن بروك الحميري. يا سلام يا سلام، والمركز الثالث اللي فيه ملبي ملبي لخميس بن خليفه بن خميس الخيالي، ولكن الامتار الاخيره يلا يا بن يري يلا يا بن يري، وحرك حرك 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 هناك. يا سلام الله 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 الله، كذلك كذلك نعم نعم نعم، هناك اللقاءات والتحديات والناموس والفرحة جميلة. يلا يا أبو حمد حضر حالك للقاءات، اللي يبقى اللقاء يحضر حاله مع أبو حمد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك نسير مع المراكز الأولى في هذه اللحظات، الشقردي الشقردي سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري في هذه التحديات وفي هذا الانطلاق. سلام سلام إلى وين؟ إلى أهالي الفاقع واللي يسكنون، تهانينا والناموس على فوز الشقردي سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري على هذا الفوز، بينما المركز الثاني هذا أدهم لخالد بن سعيد بن بروك الحميري، والمركز الثالث هذا ملبي لخميس بن خليفة بن خميس الخيالي، المركز الرابع اللي هو لمطار بن سعيد بن حلوة، والمركز الخامس. عموما على كل حال بنعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط. يلا يا أبو عدنان، العادة والعادة فيها فادة دائما لتوقيت المسافة والتحديات الجميلة، أكيد أن 7 دقائق في مسافة 5 كيلومترات، ولكن بنشوف الثواني والأجزاء. 7 دقائق و45 ثانية وخمس أجزاء من الثانية، هذا من قدم الشقردي سلطان بن سعيد بن يريو المنصوري، ناخذ المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، والتوقيت الزمني للمركز الثاني هذا هو على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعينا الكرام، 7 دقائق و52 9 أجزاء من الثانية، الأدهم لخالد بن سعيد بن بروك الحميري. نشوف المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث توقيته 7 دقائق و57 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لخميس بن خليفة بن خميس الخيالي على هذا الفوز والناموس. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية بالانطلاقة هنا في هذا الانطلاق والتحدي المميز الجميل وانطلاقة شوطنا 16 في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة هنا على أرضية هذا الميدان، وشوطنا 16 هنا